حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. نبيل الدسوقي. عبد البديع، بيرم التونسي، والخواجة صروف أهم الأدوار التي قدمها على الشاشة الصغيرة. اقترن اسمه بالمؤلف أسامة أنور عكاشة، فقدم أدوار عمره. كان نجماً لا ينسى في كل أدوار المساعدة. هو فنان، قل ما تشاء عنه وعن أدائه الطبيعي الفذ. تشعر معه باندماج شديد في معايشتك للعمل وللشخصية التي يقدمها ببراعة فائقة. فهو الأب الذي تشعر معه بالحنان الحقيقي، وهو المحامي الشريف الذي يناضل من أجل قضيته في الراية البيضاء. باختصار، هو من مجموعة الفنانين الذي يختصر الطريق إلى قلبك بصدق واندماج وتقمص لما يقدمه على الشاشة. هو الفنان الراحل القدير، صاحب الأداء العفوي، نبيل الدسوقي. ولد نبيل الدسوقي في اليوم الأول من يناير من عام 1923، وقد تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل كممثلاً سينمائياً ومسرحياً وتلفزيونياً. بدأ الفنان مسيرته الفنية بالمسرح القومي قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون في منتصف الستينات، حيث شارك في مسلسل الضحية عام 1964، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. وقد عاش حياته في شارع شبرا بمنطقة طوسون. تزوج الفنان نبيل الدسوقي من مديرة مكتب الإحصاء بالبنك المركزي، وأنجب منها هشام الدسوقي وهو مدير إنتاج، ونهى ربة منزل. ويعد الدسوقي من الوجوه التي لا تنسى، فكان أحد الممثلين الأوائل الذين يبحثون دائماً عن الأعمال الهادفة بغض النظر عن مساحة الدور الذي يقدمه. لذلك قام بتقديم مسلسل يحكي قصة حياة الراحل بيرم التونسي، وكان هناك تشابه شكلي بينه وبين بيرم، وظلت صورة بيرم مرتبطة لدى أذهان الجمهور من خلال شخصيته في المسلسل. بعدها قدم دور كوميدي في حلقات من تأليف أسامة أنور عكاشة لم يكتب لها النجاح، بعنوان ريش على مفيش. كان دور الدسوقي شاويش يعيش في قصة حب مع جارته البدينة أنجيل أرام. وبعدها عرض فيلم الصعود إلى الهاوية، حيث ظهر في الفيلم بدور ملحق عسكري لدولة عربية في فرنسا، ليقع في حبائل الجاسوسة الحسناء مديحة كامل. أصبح نبيل الدسوقي في وقت مبكر غارقاً في عالم أسامة أنور عكاشة، وفي أدوار شديدة التنوع لعبها جميعاً ببراعة، من الرجل البسيط القعيد الذي يضرب ابنته في المشربية، إلى الأستاذ عبد البديع الطيب زوج الست إحسان في الشهد والدموع. فمن منا ينسى لزمته الشهيرة إزيك يا ست إحسان بطريقته العفوية الرائعة. فهو فنان قدير برع وتألق بشكل كبير، نماذج إنسانية متنوعة أضاف إليها هذا المشخصات القدير لمسته الخاصة في أعمال مثل عصفور النار، أرابيسك، ليالي الحلمية، ورحلة أبو العلا البشري، والراية البيضاء. وأضيفت إليها أدوار متميزة في مسلسلات شهيرة أخرى مثل قصر الشوق، حيث لعب باقتدار شخصية عم حمزاوي، و
في مسلسل رأفت الهجان دور الخواجة صروف، ومن أعماله أيضاً الزيني بركات، عمر بن عبد العزيز، ألف ليلة وليلة، ومسلسل الشوارع الخلفية عن رواية عبد الرحمن الشرقاوي، ودور بن جوريون الذي لعبه الدسوقي في حلقات السقوط في بئر سبع، آخر أعمال المخرج الكبير نور الدمرداش. نبيل الدسوقي تخرج في معهد الفنون المسرحية، وله رصيد من المسرحيات منها المصيدة، ربع العدوية، لكن له أيضا بعض الأدوار الهامة في أفلام مثل البؤساء وعلى من نطلق رصاص وثالثهم الشيطان وليلة بكى فيها الأمر واللعنة ونهر الخوف وقلب الليل، فهو مشخصات من طراز نادر، صاحب أداء مهووس يعتمد على التعبير بالوجه، لديه قدرة على تنويع أدواره بين الشعبية والتاريخية وشخصيات الطبقة الوسطى والعليا، يمكن أن يؤدي دور مثقف أو دور تاجر أو صاحب مقهى بدرجة متقاربة من التميز. توفي في يوم 28 من أغسطس عام 1995 عن عمر ناهز 72 عاما. رحم الله الفنان الراحل القدير نبيل الدسوقي الذي قدم للفن العربي أعمالا لا زالت تبهر المشاهد حتى اليوم. إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.